أول إشي رح نعمل العجين عشان نستناها لنرتاح. فأول إشي بدنا مي مغلية، بدنا نص كاسة مي مغلية، اللي هو 125 مل، وراح أزيد عليها معلقة ملح، وراح أخلط لحد ما أتأكد إنه الملح داب معي. وهون عندي ربع كاسة زيت زيتون راح أضيفها. بنقدر نستخدم زيت نباتي، بس المطبق الزعتر معروف عن نكهته يعني مع زيت الزيتون. وهلأ بدنا نزيد تدريجياً المي والملح. تمام بس بنعملها بهذا الشكل، بنحطها بصينية مع شوية زيت زيتون بس عشان ما تنشف، وبنغطيها. يعني بدها ترتاح هاي العجينة الفترة. هاي من أهم البوينتس يعني. فأنا هيني مجهزيتهم من هون من قبل. حطيتهم وحط عليهم زيت زيتون ومغطيتهم كتير منيح لا يرتاحوا معي. أول إشي هون أنا عندي بصل، بدنا 5 بصلات كبار مفرومين فرم ناعم، هاي طبعاً نص الكمية. بنزيدها بطنجرة وبنحط عليها 3/4 كاسة زيتون، زيت زيتون. هدول زيتونات السنة. فهي هون أنا عندي 5 أكواب زعتر. أنا لما استخدمت الكوب المعياري، مش هيك عملت، أكيد ضغطت عشان بياخد فوليوم. ضغطت وأخذت 5 أكواب. تمام. أوكي. يلا ما أجمل ريحة الزعتر. كتير. أوكي، بنرش عليها رشة ملح. ومنحط عليها سماء بلدي، هذا سماء السنة إذا بتلاحظ طلع. أوكي، حط هون تقريباً 7 معالق. هلأ إذا السماء بلدي المفروض يكون كتير حامض. وهلأ منزيد البصل المكرمل. فرح نمسك كمية زعتر ونحطها بالنص، نفردها هيك بالنص. بنسكر أول طبقة. احكي لي، بتيجي حشوة كمان فوق هسه؟ طبعاً. أيوة. هاي هي الطبقات اللي إحنا عم نحكي عنها. تمام. أوكي؟ هلا رح أحط بس شوية زيت هون. بس شوي. وراح أرجع أفرد كمان طبقة، بس الطبقة هاي شوي تكون أقل الكمية. راح نعمل كمان طبقة. تمام. فهيك كم من طبقة صار؟ هاي الثانية صح؟ بس في 4 طبقات. يعني هلأ حطينا بالنص هون وسكرنا كمان طبقة. فهيك كم من طبقة صارت؟ إذا على حسبتك 5. لا. قديش؟ أنت ما بصير هيك سمير تعدها. ولا كيف بتعد؟ عدي طبقات العجين أنت. هاي وهاي. أوكي. وهاي واللي تحتها واللي فوقها. يعني لهلا يمكن تقريبا 12 طبقة. هلا بيطلعوا لنا شرطة الطبقات وبيحكوا لنا لا. تمام؟ طيب. هاي هيك. يلا. هاي. وهاي فوالا. هيك صارت عندي جاهزة. فهون أنا عندي صينية. رح أحط زيت زيتون. وراح أمسك هاي وأحطها هون. يعني. وراح إيش أحط كمان شوية زيت زيتون. تمام. هلأ بهاي المرحلة بنخليها ترتاح كمان هيك 5 دقايق، بعدين نبلش نفردها. هلأ أوكي. إحنا ما عندنا كتير وقت وحفرد. طيب. بس هتصير تفردها لحد ما تصير أكبر، بعدين بنحطها بفرن محمى مسبقاً على حرارة 200 تقريباً 15 ل 20 دقيقة بس ليتحمر عندي من تحت ومن فوق.